من الواضح أن هنالك تواجدا عسكريا متزايدا للقوات اليونانية والقوات المتحالفة، وخاصة في قاعدة سودا في جزيرة كريت، بينما تواصل اليونان وفرنسا تعزيز تعاونهما. ما تجري أثينا محادثات مع باريس لشراء 12 طائرة مقاتلة. في غضون ذلك تنتظر أثينا لمعرفة ما إذا كانت القوات المسلحة التركية ستبدأ كما يتوقع البعض في اتخاذ مواقع متقدمة في بحر إيجا وشرق البحر المتوسط اعتبارا من يوم الاثنين أم لا. وعلى هذه الخلفية يعتبر هذا الأسبوع أمرا حاسما، حيث من المقرر أن يزور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أثينا وأنقرة يوم الثلاثاء، وتأتي هذه الزيارة كجزء لا يتجزأ من جهود الوساطة المستمرة في برلين لاستئناف الحوار اليوناني التركي. وسيتبع زيارة ماس اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث تخطط أثينا ونيغوسيا إذا استمرت تركيا في انتهاك سيادة البلدين لمطالبة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لتقديم وثيقة مع خيارات العقوبات ضد تركيا. وبالنظر إلى هذه المواعيد النهائية ينظر إلى أن تحقيق الوساطة الألمانية سيأتي بنتائج دون تأخير، وإقامة اجتماع ثلاثي يعد أمرا في بالغ الأهمية. ومن جانبها شددت أثينا على أنه من غير المعقول أن يبدأ أي حوار طالما أن الأسطول التركي لا يزال حتى وقت متأخر من يوم الأمس منتشرا في بحر إيجا وشرق البحر المتوسط، ولم تغادر وحدة واحدة من الأسطول التركي المنطقة، بينما ظلت القوات الجوية التركية نشطة في محاولة لمراقبة المناطق المشمولة في مذكرة تركيا الليبية.